نروح بقى مع حضرتك على مباراة الغد إن شاء الله، وطبعا يعني دوافع الفرقتين تكاد تكون واحدة مع اختلاف الهدف. يعني الأهلي بطبيعة الحال بيسعى للصدارة، وأسوان بيسعى للهروب من الهبوط بالظبط كده، للبقاء صحيح على رأي الهوات. فالدوافع قوية عند الفرقتين، ده ممكن ينتج عنه إن أنت تشوف أداء استثنائي لأسوان. أكيد طبعا أسوان جاي حاطط في اعتباره ان هو مش عايز يخسر قدام النادي الاهلي، اكيد فاكيد هيلعب بتكتل دفاعي وهيقفل مفاتيح اللعب بتاعه النادي الاهلي، وهيبقى مزعج للنادي الاهلي في الحته الدفاعيه. بس النادي الاهلي الحمد لله الحمد لله الماتش اللي فات رغم الظروف اللي حصلت وحصل بعض الديفوهات اثناء المباراه ومرمانه تلقى هدف او هدفين، دي ورده في كره القدم، لان يعني انت بتهاجم على طول ممكن يجي لك حاجه لا قدر الله عكسيه عليك. انا شايف النهارده يعني استفيد من المباراه اللي فاتت، تركيز عالي جدا جدا عند النادي الاهلي عشان يكمل المسيره بتاعته في المنافسه اللي هي الشرسه على بطوله الدوري. والاهلي قادر، امكانيات لعيبته، امكانيات مدربه، المدرب موسيماني ما شاء الله تعامل مع المباراه الاخيره بتاعه الانتاج الحربي باحترافيه، ويعني بصراحه بخبره كبيره جدا جدا، حتى في تغييراته، حتى في طريقه اللعب. هو لعب بثلاثه رؤوس حرب امام الانتاج، التغييرات يعني الداخليه تحسب له حاجات تكتيكيه من سرعه تدارك الاخطاء كمان تحسب له الحقيقة. واثناء المباراه الروح العاليه لعيبه النادي الاهلي اللي هم بيظهروا في وقت الشده زي ما بيقولوا، يعني قدروا يتفوقوا ان احنا نحرز التعادل ونحرز هدف غالي جدا جدا، عدل من طريقه اللعب، عمل ضغط من فوق، بقى فيه ثلاثه اربعه مهاجمين، حرر علي معلول الحته اللي فوق بيلعب في الثلث الاخراني، ما بقاش يرجع لتحت، لاعب اللي هو بتاع المقص الباك ليفت، فعمل شكل في الفتره الاخيره مع الروح القتاليه العاليه بتاعت اللعيبه، قدروا يجيبوا الثلاث نقاط الغاليين جدا في مسيره النادي الاهلي. النهارده الاهلي هينه على الثلاث نقاط عشان يكمل المنافسه، وتركيزه هيكون عالي جدا جدا، وان شاء الله باذن الله السيناريو بتاع الانتاج مش هيتكرر. انا متاكد، لان لعيبه النادي الاهلي عندهم خبرات كبيره وقدروا يتعاملوا النهارده ويحطوا في اعتبارهم المنافسه الشرسه الدفاعيه من فريق اسوان، لان الفريق جاي زي ما قلت لحضرتك هيبقى فيه تكتل دفاعي ومش عايز ان هو يجي فيه اهداف في الاول. بس انا باذن الله باذن الله بتمنى ان احنا كنادي اهلي نحرز في الاول. لما بتحرز اهداف في اول مباراه بتفرق كتير، بتفتح الخطوط بتاعه الفريق اللي هو بيلعبك. ما خلاص بقى انت لما انت تسجل هو جاي عايز يتعادل معك، عايز يطلع باقل خسائر، لو حتى يستفيد بنقطة لما يخش فيه هدف إن شاء الله أو هدفين، فأكيد الخطوط هتتفتح، فبتدي ارتياحية لموسيماني إن هو يتعامل مع اللقاء، وبإذن الله يحقق الانتصار النهارده إن شاء الله، بكرة بكرة إن شاء الله. طب لو